يلا يا سلمى، عايزه حاجه؟ لا يا احمد مش عايزه حاجه، بس قول لي انت هتعمل ايه. خلاص يا سلمى بقى، سيب الموضوع ده عليا انا. باذن الله اول ما اروح افتح ماما في الموضوع واقول لها سلمى حامل مني. احنا دلوقتي هنعمله ايه؟ الجواز العرفي هنغيروه وهيبقى رسمي قدام الناس دي كلها. ماشي. طب ولاد مراتك؟ ندى مراتي؟ مالها ندى مراتي؟ هتعمل ايه يعني؟ ندى مراتي اساسا متربيه ومحترمه وعمرها في حياتها ما هتقول لا. وعلى فكره بقى، في كلام بيني وبينها قالت وانا ما كنتش عايز اقوله لك. قالت لي كذا مره لو عايز تتجوز يبقى ليك عيل. قالت لي اعمل كده. ندى قالت لك كده؟ ايوه طبعا. بس ندى لما تعرف ان هو انا مش هتوافق وهتتضايق كمان. لا بالعكس، دي ندى بنت ناس وطيبه مش هتعمل اي حاجه، ما تقلقيش. انت متاكد؟ ايوه متاكد. خلاص بقى ماشي، اهم حاجه ما تشيلش حاجه تقيله. حاضر. يلا عايزه حاجه؟ لا شكرا، خلي بالك على نفسك. يلا سلام. مع السلامه. قالت لك ايه؟ وافقت؟ دي بنت لذينه. دي عاوزه 30 مليون جنيه ليها لوحدها. هي قالت لك كده؟ ايوه معنى كلامها كده. ماشي، ده انا ما كنتش هسيبها، ده انا زقتها وكنت هجيبها من شعرها. بس كده قفلت يا ندى. هنعمل ايه دلوقتي؟ محمد انا عندي حل حلو قوي. احنا دلوقتي نلبس ونغير هدومنا ونروحوا فين؟ نروح للمحل وهو قال لنا يعمل اي حاجه في الورق يتصرف، المهم امك تبيع الارض دي. ايوه يا محمد انا حلمت بالارض دي. ايوه نشتري شقه ونشتري عربيه ونروحوا نصيفوا في مرسى مطروح ونعملوا اللي احنا عاوزينه. يا حاجه هوديكي مراسي. مراسي ايه المراسي دي؟ هقول لك عليها بعدين، تعالي نغير هدومنا. يلا بينا. ماما مالك يا بنتي؟ مالك يا ندى؟ في ايه يا حبيبتي؟ ازاي اللي انا سمعته ده يا ندى؟ في ايه يا بنتي؟ احكي لي مالك. ما فيش حاجة. انت كنتي بتعيطي ولا ايه؟ عينك مدمعة كده ليه؟ لا مش معيطة ولا حاجة، ما فيش حاجة. في ايه يا ندى احكيلي؟ جاتلك ندى صح؟ جاتلك عشان تتكلم معاك عشان تقنعيني ابيع الارض صح؟ عشان عارفاني ان انا بحبك صح ولا مش صح؟ لا ما حصلش حاجة من اللي انت بتقولي عليه ده يا ماما، ما فيش حاجة حصلت أصلاً. حصل يا بنتي، ولما انت مرضتيش قلبت عليك صح ولا مش صح ووريتك الوش التاني صح يا بنتي؟ صح يا ندى؟ ردي عليا. انا عارفه ان انت مش عايزه تتكلمي عشان ما تخربيش البيت وما توقعيش البيت في بعضه. انت ربنا يبارك لك يا رب يا بنتي، والله انت ملاك، انت تستاهلي كده تعيشي في قصر كده. ده انت يتبني لك قصر والله يا بنتي، قصر مش شقه. ده انا لو اطول يا بنتي اجيب لك الدنيا كلها كده واحطها تحت رجلك والله. ربنا يخليكي لينا. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا بنتي. معلش ما تزعليش يا ندى، مش عايزاكي تزعلي والله. بكره يا بنتي ربنا يكرمك ويوعدك بالخير يا رب يا ندى في كل خطوه تخطيها يا بنتي، انتي واحمد ابني يا رب، ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب. والله يا بنتي البيت ده مفتوح عشان انتي في انتي واحمد، انتوا الحاجه الحلوه اللي في البيت ده والله يا بنتي. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ما تزعليش منها، ولما تيجي تكلمك اعتبريها مش موجوده، ما تسمعيش كلامها. اللي يضايقك يا بنتي اعتبري كلامه ولا شفتيه ولا تسمعيه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. مش عايزاك تزعلي يا بنتي. بس يا استاذ محمد طمني، في جديد؟ بصراحه يا استاذ محمود الحاجه مش عاوزه تبيع. يعني ايه مش عاوزه تبيع؟ لا كده المشتري هيضيع مننا. يا استاذ محمد حاول تقنعها. والله اتكلموا معاها. اتكلمت معاها كتير والله يا استاذ محمود، بس هي مش موافقه. طب هقول لك حاجه يا استاذ محمود، اديني الورق وانا بصمه وهي نايمه. يا ريت والله يا ريت كان ينفع، بس ما ينفعش، المشترين عاوزين توكيل. طب يا استاذ محمود لو انا جبت موظف بالشهر العقاري وخليت امي يمدي امي وقلت لها انا مطلعك عمري. ثانية يا غدا انا هلعب. لا يا غدا قلت لك انا بلعب. غزولة عسولة أمنية حبايب قلبي، أمال تيتا فين؟ تيتا جوه. أيوة مالك يا عمي، فرحان كده ليه؟ ما عملت غلط؟ أنا فرحان. في إيه؟ أصحابي يا أهلي يا جيراني، أنا عايز أخدكم بأحضاني. لا 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 لا. إيه ده هو؟ ماما أنا عمي. ما عرفني. جد
حد اتنين تلاتة أربعة خميس تمسك ليش؟ لا موظفين الشهر العقاري دول ناس محترمة جدا خلي بالك يعني، وهم بيتكلموا مع الحاجة لو جم يا حاجة خلي بالك التوكيل دوت بخصوص قطعة أرض، ها قبضت فلوسك يا حاجة ولا لسه؟ وهيعيدوا لها الكلام دوت مرتين تلات، إيه يا حاجة؟ التوكيل دوت بخصوص قطعة أرض يا حاجة، استلمت فلوسك ولا لأ؟ لازم الحاجة ترد عليهم، آه استلمت فلوسي يا ابني لازم. لازم يا جدعان، لا لازم نشوفوا حل تاني. طب اقول لك حاجه يا استاذ محمود، ممكن التوكيل ده محمد يعمله هو واخوه؟ لا ما ينفعش طبعا يعملوه، يعملوه امتى بقى؟ بعد عمر طويل وربنا يفتكر الحاجه. الحاجه لما تموت لازم تتكلموا معاها، لازم هي هتموتنا كلنا وبعد كده هي تفكر تموت. طب اقول لك يا استاذ محمود، هو على الزبون يمشي وعلى اتفاقنا 5 مليون جنيه. ماشي عينيا بس اقنعوها في اسرع وقت. طيب يا استاذ محمود انا لو قنعتها ان هي تبيع الارض هتديني كام؟ هديكي كام؟ اه اديكي دول. ايه دول؟ اتنين. اتنين ايه بقى؟ 2 مليون جنيه. لا 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 2 مليون جنيه يعملوا ايه دلوقتي يا استاذ محمود؟ ما يعملوش اي حاجه، ده قليل جدا. ايوه يا استاذ محمود قليل. طب 3 مليون جنيه. لا 3 وجوزك 5 مليون جنيه. لا يا استاذ محمود انا مش اقل من جوزي، زي ما جوزي هياخد 5 مليون جنيه انا كمان 5 مليون جنيه. وانا مش هرجع لك كلامي، وانا هخليها تبيع الارض. بس اقنعوا الحاج، مش هرجع لك انت 5 مليون جنيه وجوزك 5 مليون جنيه، بس لازم تقنعوا الحاجه في اسرع وقت قبل ما المشتري يضيع مننا. تمام يلا بينا. يعني ايه مش عاوز تبيع؟ يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم في احضاني. اللي فرحك كده يا دنايا؟ خلاص دايما مبسوط وفرحان. خلاص يا ماما خلاص الحلم هيتحقق، خلاص ابنك هيبقى اب، ابنك هيبقى اب يا ماما. يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب. ندى والله بدعلها في كل صلاه، ربنا يكرمك يا ندى يا رب ويفرحك يا حبيبي يا رب ويجي لك بالف سلامه. يا ما انت كريم يا رب، ربنا كريم. قلت لك ما تيأسش من رحمه ربنا يا ابني، وادعي وربنا ان شاء الله هيستجاب. الحمد لله الحمد لله. بس يا ماما مش ندى اللي حامل يا ماما؟ مش ندى اللي حامل؟ ايوه. ليه يا ابني؟ امال مين اللي حامل يا ابني؟ وانت متجوز حد تاني غير ندى؟ صراحه ايوه يا ماما. ايه؟ ايوه يا ماما، انا يا ماما كنت متجوز واحده عرفي. عرفي؟ ايوه. متجوز من ورايا؟ من ورايا يا ضنايا؟ يا ماما انا افهمك يا ماما، انا قلت لها لو انت حملتي تمام هتجوزك على سنه الله ورسوله، وهي دلوقتي حملت يا ماما وانا مش مصدق وفرحان يا ماما. خلاص ابني خلاص يا ماما هيبقى اب يا ماما والحلم هيتحقق. ايوه يا ابني، ايوه يا ابني انا فرحانه لك والله ومبسوطه. وانا ما عملتش حاجه غلط يا ماما. ايوه بس ندى برضو اميره وبنت الناس ما تستاهلش مننا كده. بس هقول لك حاجه، اتفضلي يا ماما. برضو ضنايا ونفسي اشوف لك ابن قبل ما اموت ولا يجرى لي اي حاجه يا ابني. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. طب قول لي مين العروسه؟ العروسه؟ ايوه سلمى يا ماما. سلمى؟ سلمى؟ انا الاسم ده سمعته فين قبل كده؟ سلمى مين؟ سلمى شغالة الخدامة؟ أيوة يا ماما سلمى الخدامة؟ أيوة. ابني أنا ابن الحاج صلاح الجمل يتجوز خدامة؟ يا ماما حامل يا ماما وهتجيب لي الولد اللي أنا نفسي فيه. اتصل بسلمى جيبها لي هنا دلوقتي. حاضر يا ماما حاضر يا ماما. الو